الصباح نسير يا وطنا يسير بمشي العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرع ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. وصية الشهيد. صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير لزملائي من الإخراج التلفزيوني والتنسيق محمد الزغا، من الهندسة الإذاعية خالد نجاص، مني لكم من الأعداد وتقديم هديل أبو زينة أطيب التحيات. للتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2 وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشرة. أبدأ وإياكم هذه الجولة بأبرز العناوين. اليوم 73 من الحرب على قطاع غزة، مجازر في جباليا وغزة والمشافي في دائرة النار. المقاومة تخوض اشتباكات دارية مع الاحتلال وتفجر آلياته بعدة محاور بغزة. قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى العودة واعتقال مديره الدكتور أحمد مهنا. بحسب الأعلام العبري، أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يعلنون الاعتصام بداية من هذا اليوم أمام مقر الحكومة للمطالبة ومطالبة نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى. الاحتلال يستخدم تجويع المدنيين سلاحا في غزة، ما يشكل جريمة حرب. 95 صحفيا استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 ضباط صباح هذا اليوم، والمعلن عنهم حتى اللحظة 458 قتيل منذ بدء العدوان، من بينهم 126 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة. إصابة بمواجهة مع الاحتلال واعتقال العشرات في الضفة. ومن العناوين إلى التفاصيل. في اليوم 73 من العدوان على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال عن اكتشاف نفق في القطاع، زعم أن طوله 4 كيلومترات وعمقه 50 متر، بينما أبدت تل أبيب استعدادها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية. وتزامن ذلك مع تأكيد حركة حماس رفضها التفاوض قبل وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع. ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 18800 شهيد، والجرحى إلى أكثر من 54000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال. في هذا السياق قال حزب الله أنه استهدف بالأسلحة المناسبة 4 جنود إسرائيليين شرق موقع سعسع قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وحقق إصابات مؤكدة. كما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه جبل أدير في الجليل الأعلى. اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية مدير مستشفى العودة في تل الزعتر شمالية قطاع غزة بعد استجوابه مع كادر المستشفى. قال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى العودة بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، واحتجزت وعرت كوادر المستشفى بمن فيهم أيضا مديره الدكتور أحمد مهنا. في أضاف أيضا في تصريحات تابعتها وطن إلى أن قوات الاحتلال أطلقت سراح كوادر المستشفى بعد 4 ساعات من استجوابهم بوضع غير إنساني، لكنها أبقت مدير المستشفى رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة مجهولة حتى اللحظة. وطالب القدرة أيضا بتدخل عاجل من مؤسسات الأممية لحماية مستشفى العودة وكوادره أيضا وجميع المتواجدين فيه، معبرا عن الخشية من أن تقدم قوات الاحتلال على تكرار ما فعلته في مستشفى كمال عدوان. في قطاع غزة تخوض المقاومة الفلسطينية معارك دارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بمختلف مناطق قطاع غزة. أعلنت أجنحة عسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس سلسلة من العمليات التي استهدفت آليات الاحتلال وجنوده. وأعلنت القسام تدمير دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 جنوبية شرق مدينة دير البلاح وسطى قطاع غزة، وأيضا نشرت فيديو يظهر لحظة استهدافها واشتعال النيران بها. أيضا تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خان يونس، أوقعهم بين قتيل وجريح. هذا واستهدفت كتائب القسام تجمعا لجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيلة، وقصفت أيضا نيرين بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى وفق بيان لها. وأعلنت الكتائب أيضا استهداف مغتصب نير إسحاق بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى من العيار الثقيلة. ما
مجازر مستمرة ومتتالية في كل دقيقة في قطاع غزة، شهداء وإصابات ومفقودين تحت الأنقاض في مجزرة ارتكبها الاحتلال بعد قصف عمارة مكونة من 4 طوابق مأهولة بالسكان والنازحين تعود لعائلة علوان في مدينة جباليا البلد الشمالية قطاع غزة. إذن مجازر متتالية، مجمع ناصر الطبي بخان يونس تم قصفه فجر هذا اليوم من قبل مدفعيات الاحتلال. أيضا هناك إصابة أب وطفله أيضا بشظايا صواريخ الاحتلال التي تطلق على قطاع غزة. المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة قال أن قوات الاحتلال أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد 4 ساعات في الاستجواب في ظروف غير إنسانية، وأبقت مدير المستشفى أحمد مهنا رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة. إذن هذه هي آخر المسجلات الميدانية في قطاع غزة. أنتقل وإياكم إلى الضفة الغربية مباشرة. يسعدنا أن نرحب بالزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. دكتور أمين، أهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي لكم. تحياتي لك. يعني دكتورة، حملة اعتقالات ومداهمات أيضا اشتباكات مسلحة في عدة مناطق من الضفة الغربية، هل لك أن تجمل لنا التفاصيل؟ بالفعل الاحتلال اقتحم مناطق عديدة في نابلس، في رام الله، في قلقيلية، في منطقة أريحة، وأيضا في منطقة بيت لحم. هذه الاقتحامات خلالها عمليات دهم وجهات اشتباكات وأيضا اعتقالات. نبدأ من نابلس، حيث جرى اقتحام مدينة نابلس من أطرافها الغربية. التركيز كان في محيط شارع فيصل وفلسطين وسط المدينة، وأيضا منطقة محيط مبنى جامعة النجاح الحرم القديم، حيث تم اقتحام مكتبتين تعود لأصحاب مكتبة الاتحاد في نابلس، تخريب محتويات المكتبتين ثم المغادرة دون معرفة أسباب ذلك. هذا الاقتحام كان مفاجئ، تخريب حتى جوانب الشوارع المحيطة في المنطقة التي تم فيها اقتحامها. وقع اشتباك ومواجهات عنيفة في وسط مدينة نابلس، أصيب شاب بالرصاص بظهره، تلقى لأحد المشافي في المدينة. أيضا جرى اقتحام شارع الحسبة في المنطقة الشرقية المدينة، واقتحام منزل للمواطن محمد الكعبي، تم تهديده بتسليم نجله للاحتلال حتى مساء هذا اليوم، وإلا تم تصفيته. هذا ما جرى في نابلس. خارج نابلس جرى اقتحام فتح مرحب، فتح منطقة المشرايط ومنطقة أيضا مخيم الأمعد، اعتقال شاب. تقريبا الاقتحام كان متأخر بعد الساعة 7 من الصباح هذا اليوم. اقتحام آخر إلى بيت لحم، مخيم عايدة، تم اعتقال أيضا الناشط منذر عميري من هذا من هذه المنطقة. في منطقة أريحة اعتقال فتاة، وهي تم اعتقالها وهي نفيسة راشد، تم اعتقالها من حارة العرب في المدينة. في منطقة طول كرم اقتحام ضاحية شويكي ومنطقة ترتاح، جرى اعتقال شقيقة وابنة الشيخ إياد ناصر الذي تلحقه سلطات الاحتلال. في منطقة عقابة بطباس جرى اقتحامها، وقع اشتباك مسلح في البلدة وأيضا بلدة الزبابدة المجاورة أثناء انسحاب آليات الاحتلال، وتم اعتقال الشابين أحمد صقر غنام ووجدي يونس غنام من سكان عقابة. طبعا في كان اقتحام لبلدة بيت لقيا غرب رام الله، واعتقال الشاب يوسف بدر ومصادرة عدد كبير من المركبات خلال عملية الاقتحام. في طبعا في قرية عبوين شمال رام الله سجلت فيها أيضا عمليات اعتقال، ولكن لم يتم حتى اللحظة حصر أسماء المعتقلين. دكتور، يعني الليلة الماضية كان هناك أيضا يعني بزعم قوات الاحتلال بأن إصابة جندي خلال عملية طعن قرب مدينة رام الله، تخللها أيضا ما بعد ذلك اعتقال يعني الشاب الذي يزعم قوات الاحتلال بأنه أيضا قام بهذه العملية، ثم يعني مداهمة منزله أيضا في المنطقة. نعم، هذا الحدث وقع مساء أمس أيضا في مناطق نعلين وبلعين، اقتحامات الاحتلال بعد اتهام الاحتلال لشاب بطعن جندي بالقرب من محطة وقود في تلك المنطقة. الاحتلال أصيب الجندي، الاحتلال لاحق الشاب وأعلن عن اعتقاله لاحقا، ثم تم نشر فيديو للجندي بعد عادته من المشفى وهو يهدد الشاب بالتصفية. هذا المشهد أيضا لاقى حد كبير في المتابعة، جزء من الإذلال والتنكيل بالمواطنين حتى وهم مصابين. هذا ما جرى في منطقة رام الله. طبعا الاحتلال استهدف أيضا ليلا سيارة في منطقة الخليل ما أدى إصابة مواطن وابنته خلال إطلاق نار على مركبة فلسطينية كانت مارة في محيط مدينة الخليل. دكتور، ماذا عن أحوال الطرق صباح هذا اليوم؟
طبعا حسب ما رصدنا في ساعات الصباح هناك انتشار واضح لدوريات الاحتلال في اكثر من طريق في الضفه الغربيه ناهيك عن الحواجز الثابته. هذا طبعا دليل استنفار امني كبير بالضفه الغربيه في الفتره الاخيره، ولكن كما رصدنا في ساعات من ساعتين من الان تقريبا الطرق سالكه كما كل يوم، ولكن التجديدات واضحه على كثير من الحواجز خاصه اللي خارجين من مدن الضفه الغربيه. على سبيل المثال خارج من نابلس على حادث المربع وحادث عورته وحادث دير شرف هناك مضايقات للخارجين الدخول الى حد ما في ثلاثه في الدخول. في المنطقه الممتده من نابلس حتى رام الله هناك فقط دوريات على الطريق وليس حواجز ثابته، حيث ان الطريق سالكه من زعتره وصولا الى رام الله بشكل سلس. هناك بعض الدوريات تتواجد في منطقه جنس تنجيل منطقه ترمس ايا بالطرق تكون احيانا بايقاف السيارات بشكل عشوائي مرات قليله. ايضا طريق الاغوار من جهه شرق رام الله باتجاه الاغوار مع ري افرايد هناك ايضا دوريات متوارده جنود الحارس لكن له لا ايقاف للمركبات. حادث الحمراء ايضا سالك في ساعات الصباح على كلا الامرين، حادث يسير ايضا سالك مع وجود قوة الاحتلال عليه. في مناطق جنوب الضفه الغربيه كان هناك يعني واضح ان الاحتلال يشدد من حادث الشناب في هذه المنطقه، في حين ان حادث الكونتر الطريق عليه سالك ولكن مع بعض التفتيشات من قبل جنود الاحتلال المتواجدين على هذا الحادث. نعم، اذا اسمح لي الى هنا اود شكرك زميل الصحفي دكتور امين ابو ورده على كافه التفاصيل الميدانيه في الضفه الغربيه، شكرا لك. إذن هذه هي مجمل الأحداث الميدانية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أعود بحسب مصادر الأرتي وجد استطلاع جديد في الولايات المتحدة إلى أن 51% من الشبان الأمريكيين يعتقدون أن حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو نهاية دولة الاحتلال وتسليمها إلى المقاومة والفلسطينيين. وأوضح 32% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤمنون بحل الدولتين، و17% يعتقدون أنه ينبغي الطلب من الدول العربية استيعاب السكان الفلسطينيين. ولدى سؤالهم عمن يؤيدون بالصراع أجاب نصف الشباب أنهم يؤيدون حماس، أما باقي الفئات العمرية فأيدوا إسرائيل أكثر. وأظهر أبناء جيل 65 فما فوق أن 96% يؤيدون إسرائيل مقابل 4% يؤيدون حماس. وتعتقد الأغلبية المطلقة من الشباب في الولايات المتحدة أن هجوم حماس كان عملا مبررا نابعا من المحنة التي يعيشها الفلسطينيون وأن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضدهم. أيضا وقع أكثر من 10,000 فنان ومفكر وصحفي على بيان بعنوان يجب وقف الحرب لا إرهاب ولا إبادة جماعية، يدعو إلى وقف عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. بحسب صحيفة إسبانية ذكرت للتوقيع على الفترة ما بين 17 من أكتوبر و17 أيضا من ديسمبر في إطار حملة دولية تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة. خلال هذه الفترة وقع 10,327 شخصا على البيان، 8,000 منهم من الإسبان إلى جانب شخصيات أخرى في 31 دولة. وبرز مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والمطلق أيضا لإطلاق النار بين المطالب الأخرى التي دعت دولة الاحتلال لوقف القصف والامتثال للقانون الدولي وتفعيل ممر إنساني. كما طالب هذا البيان بضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. أختم وإياكم هذه الجولة بحالة الطقس لهذا اليوم وهذه الليلة. توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة حيث تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية. هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في أريحة والأغوار، أرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. يوم غد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة حيث تكون الأجواء في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الموجة الإخبارية. إليكم تحيات الزملاء من غرفة التحكم محمد زاغة وخالد نجاس، مني لكم من الأعداد والتقديم هدي الأبو زينة أطيب التحيات. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي. هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركانا. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.